صباح الخير والأمل والسعادة، صباح يوم جديد إن شاء الله يا رب يكون كله خير وبركة على كل اللي بيشوفونا وبيتابعونا بكل مكان. وزي ما احنا متعودين معاكم كل يوم من خلال مصر جميلة، مجموعة متنوعة من الفقرات اللي دايما بنكون حريصين فيها ان احنا نلتقي بالمشاهد ونناقش مع بعض العديد من القضايا ونلقي الضوء دايما على كل ما هو إيجابي وكل ما هو يؤدي إلى التنمية في مختلف المجالات، وده بنكون حريصين عليه كل يوم من خلال الموضوعات اللي بنناقشها مع حضراتكم في مصر جميلة. حقيقة الأمل والطاقة الإيجابية هي السبيل الوحيد اللي نقدر من خلاله نحن نتحدى كل الصعاب اللي بتواجهنا، نحن نقدر نخطو خطوات إيجابية في مجالات التنمية المتنوعة، واللي نقدر من خلالها نصل إلى المكانة اللي نستحقها ما بين دول العالم ويستحقها المواطن المصري في المقام الأول. الحقيقة إن النهاردة هيكون معنا مجموعة متنوعة من الفقرات، زي ما بنقول مهم جدا تنشئة المواطن المصري والقيام ببناء شخصية المواطن المصري في الوقت ده، لكن ده شيء مش جديد، ده شيء بنلمسه عبر العصور. الانتماء عند الشخصية المصرية انتماء نابع بالفطرة، وده بيأكده التاريخ من خلال مختلف الأحداث اللي مرت بيها مصر في مختلف العصور. النهاردة بنتكلم مع حضراتكم على كيفية الحفاظ على كل شبر من أراضينا، ازاي نغرس ده في أولادنا، ازاي نحكي لهم عن تاريخنا، ونشوف ازاي التضحيات اللي قام بيها المصري على مر العصور للحفاظ على كل شبر في أرضه، للحفاظ على كل ذرة رمل. وطبعا لما بتكلم عن ده بنتكلم عن سيناء العزيزة علينا، وازاي كان في العديد من التضحيات والتي لازالت حتى الآن من أجل الحفاظ على هذه البقعة الغالية، زي ده يحصل وزي يكون في انتماء شديد جدا وبصفة خاصة عند الأطفال منذ الصغر. ده هيكون من الموضوعات المهمة اللي هنتناولها مع حضراتكم النهاردة، واللي هتكون ضيفتنا فيها دكتور سلوى بكير، مدير عام الخرائط والمساحة الجيولوجية والمساحة الجوية سابقا، وأستاذ الخرائط والاستشعار عن بعد بجامعة المنوفية. نشوف الجهود اللي تم بذلها بالفعل سواء من خلال الحرب أو من خلال السلام أو من خلال المفاوضات اللي قام بيها المفاوض المصري للحفاظ على كل حبة رمل من أرض سيناء الغالية علينا كلنا. النهاردة كمان بنتكلم مع حضراتكم على موضوع بيتعلق بالبيئة. النهاردة كل شيء أصبح مهم جدا لأنه بيؤثر على صحة المواطن المصري، عشان كده هناك العديد من الأنشطة اللي بتتم من أجل الحفاظ على البيئة ومن أجل جمال الناحية الجمالية اللي أكيد بتنعكس على الحالة النفسية وبتنعكس على أداء كل واحد فينا. النهاردة هيكون معنا دكتور محمد فهيم الأستاذ بالمركز القومي، ونتكلم عن زراعة الأسطح، إزاي كل واحد فينا ممكن يستغل كل جزء موجود إن هو يكون فيه نوع من الخضرة، يكون فيه نوع من الجمال، يساهم كمان بشكل كبير جدا في البيئة وتنقية البيئة. ده برضو هيكون من الموضوعات اللي هنناقشها مع حضراتكم النهاردة، ونشوف ازاي ممكن اننا نساهم بجزء ولو بسيط في الناحية الجمالية وتأثير ده على الحالة البيئية بشكل عام. دي موضوعاتنا مع حضراتكم النهاردة في مصر جميلة، ان شاء الله نستفيد ونستمتع بكل المعلومات اللي هتكون موجودة فيها. خلونا ناخد فاصل، بعد الفاصل نرجع على طول عشان نبدأ اول فقرة من فقرات، ويا رب دايما مصر جميلة. عالم الجمال في مصر جميلة مع الأستاذ الدكتور منير ويليام لبيب، كبير أطباء جراحة التجميل، استشاري أول الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر، استشاري أول الأمراض التناسلية والعقم وأمراض الذكورة. عالم الجمال كل يوم سبت في مصر جميلة على الثانية.